السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. في هذا الفيديو لدينا تلفاز من نوع CRT العادي بمشكل كما تلاحظون بمشكل هذه الألوان مختلطة الألوان يعني مبعثرة، والمفروض أن تكون هذه الخلفية أن تكون زرقاء، وكما تلاحظون فهي يعني بألوان مبعثرة وغير منظمة. إذن أصدقائي سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وسوف أريكم المشكل هذا التلفاز، لأن أصدقائي يأتيني بعض التعليقات على هذا العطل، فلهذا أحببت أن أشارككم هذا العطل وحله. تابعوا. إذن كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل، والقطعة التي تسبب هذا المشكل هذا العطل هذا المشكل الألوان هي هذه القطعة تسمى PTC، وهي مقاومة حرارية، وكما تلاحظون فهي متصلة مع هذا السلك هنا. هذا السلك فهو المسؤول عن هذا، لاحظوا هذا السلك هنا يعني الدائر بالشاشة، وهذا السلك فهو عبارة عن مجموعة من الأسلاك النحاسية دائرة بالشاشة كما تلاحظون. فهذا السلكان هنا الأحمر والأسود فهي خاصة بهذا السلك الدائر بالشاشة. سلك واحد فهو متصل مع التيار الكهربائي كما تلاحظون بأن التيار الكهربائي به يعني سلكان، السلك واحد متصل مع سلك واحد للتيار الكهربائي، والسلك الثاني جاء متصل مع هذه المقاومة الحرارية، و يعني الرجل الثاني للمقاومة الحرارية متصلة مع السلك الثاني للتيار الكهربائي. إذن عندما نقوم بتشغيل التلفاز أول مرة فهاد المقاومة الحرارية يعني يمر عبرها تيار كهربائي يدخل إلى هاد السلك الدائر بالشاشة، ومن ثم هاد السلك الدائر بالشاشة يعمل دوره وهو امتصاص الشحونات المغناطيسية من الشاشة. فسبب ظهور تلك الألوان هي الشحونات المغناطيسية، فهذا السلك دوره هو امتصاص تلك الشحونات المغناطيسية، ولكن هذه المقاومة الحرارية هي التي يعني تمرر له التيار الكهربائي عند يعني التشغيل الأول. فهذه المقاومة الحرارية ترتفع حرارته يعني حرارتها لثواني وثم تفصل، أي بالتالي يشتغل هذا السلك الذي يعني يمتص تلك الشحونات المغناطيسية من الشاشة يشتغل لثواني ثم يفصل، يشتغل بسبب هذه المقاومة الحرارية يعني تعطيه كهرباء وتفصل، لأن هذه المقاومة الحرارية ترتفع حرارتها يعني لثواني ثم تفصل. الحرارة يعني من نفسها من جسمها تأخذ الحرارة. إذن أصدقائي الآن سوف أقوم باستبدالها وسوف نقوم بتجربة لكي تتعرفوا أكثر على المقاومة الحرارية PTC. ويوجد هناك نوعان، هذه تسمى PTC ويوجد مقاومة أخرى تسمى NTC، فهذه بوزيتيف وتوجد نوع آخر نيجاتيف. الفرق بينهم هو أن هذه عندما تتعرض للحرارة يعني تتقلص أو يعني قيمتها تصبح كبيرة عندما تتعرض للحرارة، والنوع الآخر عندما يتعرض للحرارة تصبح قيمته يعني صغيرة. إذن كما تلاحظون هذه عبارة عن مقاومة حرارية كما قلت لكم، فهي التي تسبب ذلك المشكل كما شرحت. الآن سوف أقوم باستبدال هذه المقاومة الحرارية بواحدة أخرى مثلها،
وقبل ذلك سوف أريكم يعني طريقة قياس هذه المقاومة الحرارية. فكما ترون هنا لدينا هذه التالفة، فهي للتلفزيون، وهذه الجيدة. سوف نقوم بقياس والمقارنة بينهم لكي يعني تحددوا المقاومة الحرارية إن كانت يعني تالفة أو جيدة. إذا نأخذ الملتيمتر نضعه على وحدة قياس الديود والجرس. كما تلاحظون هنا هذه المقاومة فلها يعني ثلاث أرجل، ويوجد من لها اثنان رجلان. إذا نأخذ الملتيمتر نضعه يعني في البين الوسط هكذا، ونضعه في البين الثاني. كما تلاحظون يعطي قراءة. المفروض أن يعطيني جرس أصدقائي، سوف أريكم. هذه فهي شغالة جيدا، لاحظوا الرجل الوسطى يعني تعطي جرس مع الرجل الثانية، وتعطي قراءة مع هذا الرجل الثالثة. المهم في أرجلان اثنان يجب أن تعطيني جرس هكذا. وإن قمت بقياسها على وحدة قياس المقاومات، لاحظوا القيمة التي سوف تعطيني 14 أوم، فهذه جيدة. لاحظوا هذه أعطتني 3.3 كيلو أوم، وهي يعني قيمة يعني كبيرة. أما هذه أعطتني 14 أو 13 أوم، فهي قيمة صغيرة. وهذا الرجلان هنا التي يعني تعطي جرس، هذا الرجلان فهما للمقاومة، هذه هي المقاومة. فرجل متصل مع التيار الكهربائي، ورجل الثانية متصلة مع ذلك السلك الدائر بالشاشة. الآن سوف أقوم بتركيبها ونرى النتيجة. تابعوا. الآن سوف أقوم بالتجريب. سوف أوصل التلفاز بالكهرباء. بسم الله. إذن لاحظوا في المرآة، كما تلاحظون ها هي يعني التلفاز مشتعل يعني بالأزرق، خلفية زرقاء ليست كمثل الأول، يعني كانت مختلطة الألوان. سوف أحاول تدوير التلفاز هكذا. إذن كما تلاحظون هو التلفاز الآن مشتغل بشكل جيد. الآن أصدقائي سوف أقوم بعمل معكم تجربة لكي تفهموا أكثر دور تلك المقاومة الحرارية PTC. الآن أصدقائي سوف أقوم بعمل تجربة بسيطة لكي تفهموا جيدا دور المقاومة الحرارية PTC. كما تلاحظون هذه عبارة عن لمبة عادية 220 فولت بها سلكان، السلك الأول متصل مباشرة مع السلك الكهربائي، والسلك الثاني متصل مع الرجل المقاومة الحرارية، والرجل الثانية للمقاومة الحرارية فهي متصلة مع السلك الثاني. إذن العملية مفهومة. الآن سوف أوصل الكهرباء. لاحظوا اللمبة هي مشتعلة، لاحظوا سوف تفصل، هي بدأت تضعف قليلا عندما تسخن ترتفع حرارة المقاومة الحرارية سوف تفصل اللمبة. لاحظوا هي الآن لقد فصلت، لأن المقاومة الحرارية
ارتفعت حرارتها وفصلت. لاحظوا عندما اقوم بعمل يعني لاحظوا إذن المقاومة الحرارية الآن فصلت. عندما تبرد سوف تصبح يعني موصلة. سوف ننتظر قليلا لحين أن تبرد. الآن سوف أعيد المحاولة مرة أخرى. لاحظوا هذه اللمبة مشتعلة، هي الآن لقد انطفأت لأن المقاومة الحرارية ارتفعت حرارتها وفصلت. لاحظوا الآن سوف أقوم بعملية أخرى لكي تفهموا يعني العملية كيف تتم في التلفزيون. لاحظوا الآن أصدقائي لقد ركبت هذا السلك بدل اللمبة، وهو نفسه نفس السلك الدائر بالشاشة، وهو عبارة عن مجموعة من الأسلاك المعزولة تكون على هذا الشكل في داخله. الآن سوف أقوم بعمل خطوة. لاحظوا التلفاز الآن شغال يعني بشكل جيد. عندما أقوم بتقريب له المغناطيس أو الشحونات المغناطيسية، لاحظوا فهي تؤثر يعني على ألوان الشاشة أو تؤثر على الشاشة. الآن لاحظوا ماذا سوف أقوم بعمله. سوف أخذ هذا السلك كما تلاحظون، سوف أضعه هنا. لاحظوا الآن سوف أوصله بالكهرباء. لاحظوا ماذا سوف يحدث. بسم الله، رأيتم السلك لقد امتص تلك الشحونات المغناطيسية من الشاشة. سوف أعيد مرة أخرى. لاحظوا عندما أقوم بتقريب يعني هذا السلك إلى الشاشة، لاحظوا السلك يعني يمتص تلك الشحونات المغناطيسية. أصدقائي أتمنى أن تكون يعني قد وصلتكم الفكرة. أصدقائي لنعيد مرة أخرى. فهذا ما يحدث يعني في التلفزيون، ولهذا يعني موجودة مقاومة حرارية وموجود سلك نحاسي ملفوف على الشاشة. يعني السلك النحاسي عندما يعني تمر به الكهرباء فهو أيضا يعني يمتص ذلك المغناطيس أو الشحونات المغناطيسية من على الشاشة. إذا أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.